يعني ذاك الاسبوع اخذنا هاي المصطلح البريك اوفر بوينت، انا دزيت لكم صور عليه على التليجرام، لان النقطه اللي يبدا من عندها الهطول. راح ارسمها. هذا البيانات عندكم، هذا مال الرسم اي واضح. هسه نفرض اذا هذا الخزان، شوف هسه هاي المنطقه هاي اللي بيها الكسر ماكو، هي هاي البريك اوفر. واضحه شنو اقصد؟ يعني هذا الخزان المفروض القاعده مالته عدله، صح لو لا؟ ما جاي تطلع الصاد، ما جاي تطلع، ما جاي اشوفها بس نشوفها. اي ما ادري الاخوان طلعتهم، انا ما جاي اشوفها. لا لا جاي يحمل فيديو، جاي يحمل، جاي يشوف بس. بالضبط. اي بالضبط. اي بس انا ارتب اشوف. هاي هسه مبينه تمام. المفروض هاي قاعده الخزان عدله، بس مرات يصير عندنا هطول بيها. هطول شلون يصير؟ هاي الجدار كانه ماكو، شوف اكو نقطه يبدي من عندها، هذا المكان يبدي من عند هذا، شوفونه هذا يصير ب يصير به هطول، النقطة اللي يبدأ الخزان يصير به هطول سطر، فيسمونها البريك اوفر بوينت. واعتقد دزيت لكم صورة على التليجرام هسه. هاي ما ادري اذا مبينة ولا لا. بس نشوف شنو طالع عندكم هسه؟ واضحة يمي، جاي اشوف انا المنطقة والرسيم والدائرة الحمراء واضحة. اوكي واضحة. هاي هسه هاي واضحة؟ بس طلعت عندكم الصورة؟ واضحة الصورة استاذ. هاي المنطقة اللي يبدو شيل هاي ساعة، المنطقة اللي يبدي بها الخزان بالهطول. يعني هذا نوع من السدلمنت استاذ، يعني لا سيد هو هنا ما يحكي على السدلمنت، يحكي على هاي مصطلح بريك اوفر بوينت اللي هو هذا. اها اها جاي اعرف لك اياه، شنو معنى البريك اوفر بوينت؟ نعم صح. نرجع للاستاندر. قلنا الكونديت تانك معناها خزان الكروجن الاونس مالته غير معروف، يعني خزان شلون نقول مجهول الاوليات مالته، الهيستوري مالتك ما عندي. وعندنا مصطلح ثاني طبعا هو ما ادري ما مصفطهم، يعني واحد صف الثاني. بس هاي الكونديت تانك المفروض يجي وراها الكنترول تانك اللي هو خزان الهيستوري مالته معروف. شوف هسه هنا جاي له خزان الكروجن ريت مالته والسيرفيس هيستوري شبي معروفات اند دوكيومنتيد، يعني الخزان كل وثاقه موجوده موثق.
هذا يسمونه الكنترول تايم. بعض الأحيان أكو شغلة يسوونها بالخزانات، إنه عندك خزان مثلاً بخدمة معينة وما عندك المعلومات عنه، تحتاج الكروجن مثلاً ريت ما عندك. عندك خزان ثاني هم بنفس المنطقة، يعني بنفس الأريا أقصد، وانبنى بنفس المنتوج وبنفس السنة، بس ذاك بي أوليات، يعني فتقدر تقيس هذا على هذا، تعتبر الكروجن ريت مال هذا الخزان نفس الكروجن ريت مال ذاك الخزان. أعتقد راح تمر علينا هسه. هسه نجي لموضوع change and surface. هنا تغير تغير بظروف التشغيل قايل لك، معنى هاي العبارة اللي هي الفقرة 7-3 change in surface، تغير بظروف الخدمة ظروف التشغيل، ويصير عندك تغيير بيمل كاتب لك هنا، هو تغير ظروف التشغيل السابق اللي شنو تحتوي على خصائص مختلفة. يعني هنا تتغير عندك مثلا شنو خصائص المنتوج، الكثافة مالته، التآكل على المعدن، ظروف التشغيل، ظروف الخدمة العفو، درجة الحرارة، الضغط، هاي كلها أي واحد ذني يصير فيه تغيير يسمونه change in service. يعني إذا غيرت بمنتوج إذا صار عندك تغيير بالكروسيفي كروسيفتي، إذا صار عندك تغيير بالسيرفيس كونديشن تمبريتشر البرجر، هذني كلهن أي تغيير مدني يسمونه change in service، سواء صار أكثر من تغيير عندك أو تغيير واحد. الخزان يسمونه change in service. هذي أهل سد الباب. والله أديكم يسد الباب. يفتح الباب يسد. زين. عندنا الكروج الرايد. الكروج الرايد هو بمعادلة. شوي انتبهوا لي. هذا مصطلح الكروج الرايد مصطلح مهم وسهل بنفس الوقت. هي معادلة رياضية معناها فرق الوقت على فرق السمك. كاتب لك تعريفه، هو إجمالي توتال خسارة المعدن مقسوم عليه على الفترة الزمنية. يعني إذا تريد تسويها معادلة تكتب دلتا تي، يعني معناها الفرق بالسمك على الفرق بالزمن، يا زمن الزمن اللي صار بيه خسارة المعدن اللي صار بيه كروجن. اوكي، طبعا الكروجن ريت هاي المعادلة مالته اكو يسمونها لونج تايم واكو يسمونها شورت تايم. ممكن افتح وياكم كاميرا احسن. انا اشرحكم وان واضحة صبورة؟ والله الكرش الكرش هو الكرش واضح كلش. يعني ترى كزت على الكرش وطالع منه شوية، هذا مو كرشي وادري. الروجن ريت هذا ينقسم قسمين، لونج تايم وشورت تايم. طبعا هذا شيء المزولة LT وهذا شورت تايم.
اوكي بس نوضحها بامثله هاي. يعني عندك معدل التآكل على المدى البعيد ومعدل التآكل على المدى القريب، هذا هم يرمزون ايش؟ تي. ناخذ مثال، عندك خزان بال 2010، واضح الكتاب اخوان لو لا؟ واضحه واضحه. عندك مثلا خزان بال 2010 كانت معدل التآكل 10 ملم. اوكي مفروض هيك من باب المثال. وبال 2013 معدل التآكل كان ايش قد؟ 9 ملم. وبال 2016 معدل التآكل كان 8.5 ملم. بس شنو القانون مال الكروجر؟ خلينا نصطلح بالسياق، دلتا تي قلنا دلتا ثكنس على دلتا تاي. اوكي فهنا انا دا اريد يعني على المدى البعيد الكروجر ريت على المدى البعيد اللي هو يا سنه ويا سنه على المدى البعيد يعني بين ال 2010 و 2015 و 2016 العفو، هذا يسمونه اللونج تايم. يعني اول سنه اخذت بها قرارات الكروجن الانس واخر سنه على المدى البعيد. تريد تطبق هذا القانون ايش راح يصير عندك؟ راح يصير 10 يعني مال اول سنه واخر سنه 10 ناقص ايش قد؟ 8.5 عليه من عليه فرق الزمن يعني تنقص 2016 من 2010 ناقص السنوات راح يطلع عندك هذا الرقم اللي هو يمكن 0.25 مليمتر. هذا شو يسمونه؟ يسمونه الكروجن ريت مال من؟ مال اللونج تايم ال LT. اوكي كروجن ريت العفو مال ال LT راح امسحها انا هاي. خلصتوا؟ اللي جاي يكتبون من المسحة. يا الكرش شوي ثواني استاذ احمد. ها يا ثواني ثواني. طبعا احنا نسينا نرحب بالاخوه الجدد استاذ بهاء مهندس فحص من الاسمده، المفروض يعني نعطي وقت يعرف بيه عن نفسه بس بعدين. كملت استاذ احمد. اكو احد امسحها اخوان؟ زين مال الشورت تايم اخوي هاي صبورتك مال بلاد العجائب في شيء ما نشاف منه. انا قاعد اشوف. يلا ان شاء الله. الله يهديك ممنون. نبضوا هاي الشورت تايم اللي هو بين من راح يصير بين ال 2000 تاخذ اخر الفترات مو بين الاولى والثانيه يعني بين ال 2013 وال 2016 اخر القراءات اخر اثنين فقط على المدى القصير. يعني تريد تحسب يعني الكروجن ريت مال مل مالت الشورت تايم تاخذ اخر قراءتين اللي هي يعني 9 ناقص 8.5 على اليمن على الفرق بالسنوات بيناتهم اللي هي 3 سنوات راح تطلع لك كم قيمه؟ تقريبا 0.16 ملم. هذا شنو الكروجن ريت مال من مال الشورت تايم. هذا هو الكروجن ريت. هذا هو اخوان؟ واضح. خلصنا من الصبورة؟ إذا خلصتوا قلوا لي حتى نرجع لها. خلصت تمام. جيكو إخوان. الله بخير. زين الكريتيكال زون
المنطقة الحرجة. شوي الانتقال بين برنامج وبرنامج مزعج. كريتيكال زون طبعا الخزانات بها منطقتين حرجة، منطقة بالقاعدة اللي هو هسه جاي يحكي عنها، هو ايش كاتب لك كريتيكال زون بالفقرة 13، يقول منطقة جزء بالقاعدة او بالصفائح الحلقية، يعني سواء خزاننا مثلا بي انولار فهي جزء من الانولار، اول ثلاث انجات من الانولار اللي بصف الجدار، او شنو اذا خزاننا ما بي انولار فهي الاول ثلاث انجات منين من الجدار للقاعدة، ويتم قياسها نصف قطريا. شوفوا نصف قطريا هسه نشرح. شوف اخوان هسه هذا الخزان اول ثلاث انجات من هنا، هاي ثلاث انجات منها ثلاثة انج، وش حالاتها ثلاثة انج، هاي يسمونها الكريتيكال زون. اوكي واضحة؟ واضحة عندكم الرسمة؟ واضحة استاذ. واضحة زين. كريتيكال زون يعني استاذ احمد ثلاث انجات من الشيل ومن البوتم؟ لا من الجدار، اول ثلاث انجات من الجدار للداخل هي على البوتم. على البوتم سواء هذا البوتم قاعده او بوتم بس بليت، يعني بس بليت، وتدري الخزانات اما بها انلر او ما بها حسب الاي بي اي 650. راح ارسمها بطريقه ثانيه. اي لا اكو او ماكو هي ثلاث انجات. هسه هذا القاعده مالت الخزان الدائريه، وهذا الدائر ما داير البيت الحلقي اللي يسمونه الانلر بليت، هي هاي الثلاث انجات اول ثلاث انجات، يعني تحسب من الجدار من داخل ثلاث انجات هي هاي الكريتيكال زون. للمعلومه اكو كريتيكال زون بالجدار. هسه هاي شنو الكريتيكال زون؟ هاي اللي بالقاعده اللي هي ثلاث انجات، اما بالجدار فهي مقدارها 12 انج من القاعده، من القاعده تحسب مقدار 12 انج. اوكي انا ما سيطر علي جاي ارسم بماوس، 12 انج تعالي هاي تعال 12 انج، هاي ايضا كريتيكال زون بس وين؟ بالجدار. اذا تحفظ الكريتيكال زون على القاعده 3 انج تبعد عن الجدار. هاي خزان كانما واحد هذا خزان، خزان منا تحصل 12 انج، هذا ارتفاع الجدار. واضح اخوان؟ استاذ احمد بس بالنسبه للكريتيكال بوينت الاولى او كريتيكال زون تقصد للداخل الثلاثه انج لو للخارج يعني؟ للداخل، للداخل الخزان هو كاتب لك داخل اي في حدود 3 انج من الحافه الداخليه للجدار. شوف كاتب لك within 3 inch of the inside edge of the shell، حافه داخليه مال الجدار. تمام اوكي انا رسمته قبل شوي يا استاذ. جيد هسه احنا اذا نمسح هاي نشيلها كلها. قلنا هذا الجدار مال الخزان، شوفوا شلون عوج منها من الحافه الداخليه يحسب ايش قد؟ 3 انج. تمام هذا يقصد به كريتيكال زون. حكينا ذاك اليوم عن الكرنت ستاندر والازبلت ستاندر، قلنا الازبلت ستاندر هو معيار البناء، يعني الستاندر اللي بنوا به الخزان. اوكي يعني انا بنيت خزان بال 2017
او بال اي بال 2017 فذيك السنه من نفقه الخزان بال 2017 يا ستاندر مثل استخدمته نفرض اصدار 2012 احنا بالعقود قلنا مالت التنفيذ يشرطون علينا مثلا انه صمم بفلان اديشن يعني على اساس صمم وتنفذ يعني فهنا نفس الشيء اوكي يا اخوان الاسبلت ستاندر هو المعيار اللي نفذ بنيه الخزان على اساسه اما الكرنت ستاندر لا هو الاحدث اصدار قايل لك ذا كرنت اديشن اوف ذا ستاندر سواء كان اي بي اي او اكو ستاندر ثاني يسمونه اليو ال اللي شبع ذات ابلز اوف ذا تانك وير بلت تو ذي يعني جاي تستخدمه اليوم واضح اخوان واضح لو مو واضحه واضح استاذ احمد جدا واضح ان يصير تعارض بين الكرنت ستاندر والاسبورت ستاندر اذا صار تعارض قلنا نرجع اي هاي حكيناها ذاك اليوم انه مثلا انت هسه طبعا شنو هي القاعده؟ القاعده انه ما تريد تبني خزان قلنا بالعقيد يقولوا لك هسه انا ما يعني قاري هواي عقود مال خزانات يقول لك يا بتنفذ مثلا على نفرض 2009 فانت صممت ونفذت بال 2009 اجيت بعد 10 سنوات صار عندك مثلا تصليح وريد تصلح وتحتاج الى معلومات ما موجوده بذاك الاصدار الما ترجع للكرنت ستاندرد يعني انا اليوم اريد اصلح ارجع لاخر اصدار اللي هو مال 2021 او 2020 اوكي هذاك يسمونه اسبلت ستاندرد وهذا اللي مالت اليوم مثل ما قايل لك هو بولت تو داي يسمونه الكرنت ستاندرد طبعا شنو ما حسيت يعني شنو هاي اليو ال ستاندرد هسه الاي بي اي فيهم تا فاهمين العفو ستاندرد بس اليو ال شنو هذا ايضا ستاندرد خاص ببناء الخزانات الكيميائيه ستاندرد امريكي هو عباره عن ستاندرد لتصنيع الخزانات الكيميائيه ستاندرد امريكي ايضا نجي الى مصطلح يسمونه الدور شيت الدور شيت اللي هي نقدر نقول خلينا نسميها صفيحه الباب او البوابه اللي يستخدمونها مثلا اذا عندك خزان تريد تدخل معداتك عندك كرين شفل شوكيه تدخله داخل مثل ما احنا هسه الولد اللي شايفين شغل سكوب بناخذ خزان تصليح هيك نسوي شنسوي نفتح نشيل بليته شو كاتب لك بليت اور بليتس يعني تفتح بليته عده بليتات من الجدار الاي بي اي 653 سامح لك شنو الدليل انه لك حق تفتح اكثر من بليته هاي كلمه بليتس اور بليتس اوكي هاي نستخدمها نفتح الخزان نشيل منه بليته او بليتين حتى ندخل معداتنا حتى نحول الخزان من مكان خطر ما يطون به نفرض بيرميت الى مكان مفتوح طبعا المناطق اللي يسمونها الكونفايد سبيس المناطق المغلقه هاي اللي التصاريح مالت العمل تكون بها صعبه بس اذا سويت له دور شيت راح ما يصير كونفايد سبيس يعني هو مكان مغلق تقدر تشتغل على راحتك تقدر تشتغل بعد ان تاخذ تصريحات عمل واضح اخوان واضح هو هنا زين بس هنا ولو ما عندي صار بالاول كاتب لك شل بي ري انستول اور بليس تقدر ترجعها نفسها او تستبدلها يعني هاي البليت اللي شلتها سويتها بوابه اللي طلقت عليها مصطلح الدور شيت تقدر ترجعها نفسها ري انستول تسويها اعاده نصب او تستبدلها وهي شغلتها شنو بقى تمبراري اكسس اوبنينج يعني الشغله بس للدخول المؤقت هسه مصطلح الاكزامينر هذا مصطلح انطلق عليه من
على الشخص اللي يسوي الفحوصات ال MD E فحوصات اللا إتلافية. أوكي؟ هذا شغلته بس يسوي الفحوصات. يعني وما شنو يسويهن وما يحلل النتائج. هو اللي يحلل النتائج الشخص المخول اللي عنده تفويل الـ ABI 653. اوكي بس الاكزامينر اذا اريد نقرا التعريف ماله هو الشخص اللي كاتب لك بيرسونال هو اسيست ذا انسبكتور يعني الشخص اللي يساعد الفاحص عن طريق شنو اجراء الفحوصات الغير اتلافيه او الغير تثنيه على الخزانات وفق المعايير المعمول به شنو المعيار مثلا اللي جاي يشتغلون عليه فهذا بس يسوي الفحص ايش كاتب لك هنا انه ما يفسر النتائج النتائج اللي راح تطلع مالت الاختبارات ما يفسرها ولا يقوم بتحليلها حسب الاي بي اي 653 فشنو هنا معطيك استثناء الا اذا تم تدريبه بشكل خاص سووا له سبيشال ترين وبعد او الشرط الثاني انه يعطونه تخويل منين من الابوريتر او الاونر يعني الشخص المالك او المشغل مالك مال الخزان واضح اخوان؟ زين هذه اسويها بعدين تفصيل وين نفتحها وشنو نجيب الاعمال زين وهي لا انت بالنسبه للدور شيت استاذ علي سال سؤال قال اكو تفصيله وين تفتحها شنو شروطها هو هنا الاي بي اي 653 ما قايل لك فانت شوف اكو بعض يعني شلون نقول يعني انا سامع عنها مثل بعض الملاحظات مثلا تفتحها مثلا بجهه تناسبك تخدم العمل بعد بعض الاحيان الخزان مالتك تخاف منه يصير به تشوهات فترك تسوي له ستركتشر على هذا الدور شيت حتى لا يصير تنطعج البليتات ولا يتاثر الخزان اللي صفائح البليت الباقي وتختاره يمكن على جهه الشمال حتى يكون الخزان يعني من هالامور المهم انت تاخذ احتياطك حتى شنو معداتك تطب وتطلع وناسك تطب وتطلع بدون اي اشكال. عندنا فحوصات ان هذا مصطلح الاكسترنال انسبكشن. عندنا فحوصات داخليه بالخزان وفحوصات خارجيه. نجي هنا هسه يحكي عن الاكسترنال انسبكشن. يلا الفحص الخارجي كاتب لك فورمال فيجوال انسبكشن هو فحص رسمي طبعا شنو الاكسترنال انسبكشن هاي نعت مثلا نفرض مصفى ب 20 خزان قسم من الفاحصين يروح يقول له يا ابي كيف يقول له راح اسوي اكسترنال انسبكشن فيفتر داير ما داير الخزان يشوف مثلا اكو فرد ظاهره بصريه يقدر يشوفها متغيره عن الواقع الاصلي مال الخزان نفرض صايره طعجه، صايره ليك، صبغ طايح، صاير ماده نازله، يعني هالامور مثلا صاير اكو مشاكل مثل بالفاونديشنز، يعني فاي شيء يبين بشكل بصري، لذلك هو ايش قال له؟ فيجوال انسبكشن. زين. يتم اجراء هذا منو اللي يسوي يتم اجراءه او الاشراف عليه من قبل فاحص مخول يعني هذا الفاحص المخول اما هو اللي يسوي اما يشرف عليه هاي الفقره هيك تقول شنو ايش راح يسوي هنا هذا الفاحص المخول اللي راح يسوي الفحص الخارجي يقيم جميع جوانب الخزان قدر الامكان كاتب لك ال اسبكت
of the tank as possible without بدون ما شنو بدون ما يصير شت داون يعني هو فحص خارجي بدون ما يوقف الخزان عن الخدمة وبدون ما يسوي طلب انه يغلق الخزان اوكي حسب هاي الفقرات 6 3 2 طبعا شنو هاي 6 3 2 هاي بعدين ان شاء الله هذا الفحص مال الفصل السادس هو فصل الفحوصات يدخل لك بتفاصيل الفحوصات الخارجية والداخلية ان شاء الله من ناخذه راح نفهم كل هذا حد اللي هناك سؤال الفتنس فور سيرفيس اللي هي الفقرة 3-15 شوف اخوان هنا شنو كاتب لك ميتولوجي ميتولوجي يعني منهجية إذا وصل خارجي داخلي ما حد اي مو انا جايب التسلسل راح اجيها ان شاء الله الفحوصات يا عفوا العفو هذا الفتنس فور سيرفيس اسسمنت اللي هو تقييم مدى الملائمة للخدمة اللي قلنا شنو هو يعتمدون على اي بي اي 579 هنا بالفتنس فور سيرفيس بس مصطلح الفتنس فور سيرفيس اسسمنت هي عباره عن منهجيه نستخدمها حتى شنو؟ نحصل من خلالها على تقييم للعيوب الموجوده يعني الطريقه اللي راح نقيم بها العيوب الموجوده بالستركتشر مالت الخزان بهيكله بكل تفاصيله هي عن طريق الفتنس فور سيرفيس زين يعني العفو تقييم فيجوال لا انت عفوا الفيجوال هاي انت اخذنا هسه مصطلح ثاني هون الفتنس فور سيرفيس اي فتنس فور سيرفيس انت تقول نقيم الخزان شلون اقيمه هو مثلا اذا سيرفيس مو ان سيرفيس منو قال لك ان سيرفيس احنا حكينا اكسترنال انسبكشن انتهينا من الموضوع هذا في المصطلح وضحناه هسه جاي نحكي على مصطلح بالفقره 3-15 فتنس فور سيرفيس اسسمنت سواء كان انت جاي تفحص فحص داخلي او خارجي اكو معلومات موجوده بالاي بي اي 579 والله شنو هو هذا الفتنس فور سيرفيس اسسمنت هي منهجيه المنهجيه التي يعني عن طريقها راح شنو راح تقدر تقيم العيوب الموجوده وين بالخزان بالستركتشر مالت الخزان بهيكله بجداره بالسقوف حتى شنو حتى تعرف انه هذا الهيكل مالت الخزان يقدر يستمر بالخدمة الهيكل مالت الخزان هذا الهيكل المعيب هو يعني الستركتشر اللي فيه مشكلة يقدر يستمر بالخدمة دون ان يصير فيه فشل ولا هاي عن طريق ما يصير عن طريق فيتنس فور سيرفيس اسسمنت هي طبعا اي اللي كلها راح تجي ان شاء الله ان شاء الله عندنا الهوت تاب الهوت تاب يعني مصطلح دارج عندنا على البايب لاين بس بالخزان ايضا موجود طبعا الهوت هو الفرشي الساخن التاب ترجمتها يعني حنفيه مثل ما نقول بس هنا هي المقصود انه النوزل مالت الخزان فمعناها طريقه انه تصنع او تنصب نوزل بالخزان شنو والخزان بالخدمة فكاتب لك معناها شنو البروسيجر شو كاتب لك بروسيجر for install nozzle in the shell of the tank is in service والخزان شنو بالخدمة هاي طبعا تقدرون تشوفونها باليوتيوب موجود الطريقة انا شايفها يعني باليوتيوب الطريقة اللي تفتح بها نوزل بالخزان والخزان in service الهايدرو تيست هو مصطلح معناها الاختبار اللي راح يسوونه بالماء التيست بيرفورمد وذ ووتر حيث يتم استخدام ارتفاع سائل ساكن لانتاج حتى شو يصير عندنا؟ يصير عندنا حمل الاختبار طبعا هاي انتبهوا لي هاي المصطلح ستاتيك فلود هيد يعني هم يسوون هذا الحمل حمل الماء الساكن حتى شنو نضمن انه الخزان ايش ما خليت فيه شنو ماده راح يعني ينجح بالفحص و...
ويتحمل الأحمال. ليش؟ لأن أنت استخدمت الماء اللي هو شنو الكثافة مالته أعلى ماء. واضحة؟ أعتقد في معادلة هذا أستاذ أحمد. دخل بي ديزاين وبرشر وشي شيء. لا لا الفحص المائي. إحنا نفحص خزانات الفحص المائي ما بي معادلة أستاذ. أنت ما جاي تحسب حمل، أنت عندك خزان نفرض صلحته كملت من عنده تفحصه فحص ماي، بس هو جاي يعرف له شنو الفحص الماي، جاي يقول لك هو اختبار بالماي وشنو يعتمد على ستاتيك فلويد هيد اللي هو حمل الماء الساكن، يخلون بي الماي بطريق يعني الفلويد ساكن حتى شنو يتأكدون انه راح يتحمل اللود مال المال المنتوج، لان يعني هو ما دام بالماء ونجح معناها راح ينجح بغيره، لان يعني كثافه الماء اعلى ماء اللي هي تساوي 1. مصطلح الانسيرت بليت، الاخوان اللي شايفين الخزانات يشوفون انه البليت اللي تصير عليها النوزلات في بعض الاحيان، طبعا شنو احنا عندنا قاعده تقول اذا النوزل اكثر من انجين على ما اتذكر ب 650 تخلي لها درع. اوكي كل احنا شايفين الدرع مالت النوزلات يعني باج باج جوا النوزله. لا مو باج استاذ، درع تقوي هذا رينفورسمنت بليت. بالضبط رينفورسمنت بليت. اوكي بعض الأحيان ما يخلي درع، شي يخلي بليته سمكها أعلى، بليته سمكها أعلى. إذا كانت البليته سمكها أعلى إحنا عندنا هسه مصطلح الانسيرت بليت اللي هي شنو يكون سمكها أقل أو يساوي بمقدار 3 ملم من سمك الصفيحة المجاورة. يعني هاي البليته اللي بيها راح يصير النوزلات شنو سمكه اقل او يساوي بمقدار 3 ملم بالسمك الصفيحه المجاوره. هذا مصطلح الانسيرت بليت. يعني اذا لقيت لك بليته سمكها اقل او يساوي بمقدار 3 ملم من بقيه البليتات المجاوره لها شو تسميها؟ يسمونها الانسيرت بليت. الانسيرت بليت هذا مصطلح راح يمر علينا حتى بالتصليح. نبات مثلا عندنا عيب نقص له بليتين ونخليه، اذا انطلق على الانسيرت بليت مصطلح الانسيرت بليت فمعناها البليته اللي يمها بليتات ويكون السمك مالتها اقل او يساوي بمقدار 3 ملم من الصفيحه المجاوره. هسه تقول لي شنو اللي جبت موضوع الدرع ما درع؟ بعض الاحيان نلقى البليته اللي بيها النوزلات سمكها اعلى من البليتات المجاوره بمقدار 3 ملم، فشي يسمونها insert plate يسمونها thicken، بيش تكون أكبر بمقدار 3 ملي. هو يمكن هنا ذاكرها ما أدري إذا تمر علينا بالتعريف أو لا، بس على العموم أنت خلها ببالك insert plate أقل أو يساوي بمقدار 3 ملي من البليت اللي بصفها، وطبعا بنفس المواصفات، شرط انه نفس المواصفات مالت البليتات اللي المجاوره. اوكي اما الانسيرت بليت ثيكين اللي هي تكون اكبر بمقدار 3 ملي من البليتات بصفها. واضحه لو مو واضحه؟ استاذ احمد يعني البليتات اللي بصفها من الشيل لو من الشيل اي. شوف هسه اذا نروح لل هاي تفاصيلها بعدين بالفصول البقيه، يعني بها لكل حالات وكل حالة إلها شو اسمه. شوف إذا نروح ال هذا التعريف اللي هو 332 لا جاي يصعد يطفر على 20 قبل. على العموم هسه يمر علينا هو هذا ثيكن انسيرت بليت ثيكن
انشيرت بليت معناها اكبر بمقدار. حضرنا انا جاني تليفون وشويه اخاف ازعجتكم. لا لا احنا ما نسمع سيد ما سمعنا يعني انقطع الاتصال. تمام زين. هسه مصطلح الانسبكتر. الانسبكتر قلنا هو شنو؟ احنا قايل لك عنوان تايتل. اذا هو عنوان مختصر علم لفاحص الخزانه المخول authorized tank inspector. قلنا لازم شي يكون qualified مؤهل ولازم عنده التخويل certificate عنده الشهادة مال من الخاصة بهذا الستاندرد. يعني مو يكون شخص عنده بس الشهادة certificate. واي ناس عندها شهادة بس من اللي يصير مثل مشكلة بالخزان تعال يا بقيم لعيوب الخزان شلون نصلح شلون نعالج ما يعرف. معناه هذا عنده certificate بس شنو not qualified. فلازم تنجمع به الشغلتين ويكون مخول رسمي. اذا مصطلح الانسبكتور هو عنوان للشخص الكواليفايد والسيرتيفيكيت حسب الاي بي اي 653. هذا مصطلح المساعد. قلنا اخذنا الاكسترنال انسبكشن نفس الانترنال انسبكشن اللي هو الفقره 23. شوف هنا هم فورمال. اذا هو هم شنو؟ هم فحص رسمي. شنو هنا كاتب لك؟ كومبليت انسبكشن. اذا هو فحص كامل يشمل كل الجوانب. منو اللي يشرف عليه؟ مساع شنو قال بذاك الاكسترنال؟ قال بالامكان هو يؤدي او يشرف عليه. هناك بيها مجال الاكسترنال بس لا هنا أنا لا لازم هو اللي يشرف عليه بنفسه. يا هو الفاحص المخول تحت اشراف فاحص محترف. المل للجميع اسطح الخزان الداخلي. يعني معناها الخزان يوقف يصير به شت داون ويتفرغ ويدخله او يعني باي طريقه ثانيه يفحص. اكو جماعه ريبورتات ما ريبورتات. اوكي اخوان هسه الحد اللي هنا راح ندخل بموضوع كلش مهم وحلو بنفس الوقت. اكو عدة احد سؤال؟ لا العفو استاذ احمد بالنسبه للاستاذ بها ما يقدر يعرف عن نفسه لانه الصوت عنده بيه مشكله بس يسمع هو. ماكو مشكله احنا الله يحفظك يعني لانه ما جاي ان شاء الله سهله. الله يحفظك استاذ وانا مرخصتكم شوي لان عندي فحص. ماكو مشكله سيدي. ان شاء الله السلام ان شاء الله. الله يخليك استاذ ممنون منكم ان شاء الله. بس اللي هنا الاخوه اللي جاي يسمعونك واحد عنده سؤال؟ عفوا استاذ احمد بالنسبه للتخاويل اللي جاي يشير لها بالاي بي اي يعني هنا فقط يقصد التخاويل مال الاي بي اي 650 او 653 ما يقصد التخاويل الباقيه. ايه استاذ بس 653 يعني الكلام هو يعني موضوع النقاش مالني هو الاي بي اي 653 هسه اذا تباش كاتب لك هنا بالانسبكتر كاتب لك with this standard هذا الستاندرد اللي هو يقصد به الاي بي اي 653. زين استاذ العفو يعني احنا عندنا مخولين بالوقت الحالي مثلا بهذه اكو هسه احنا بدائرتنا عندنا مخولين. نعم. استاذ سيف يعني كان يسوي لنا دورات استاذ سيف محمد شكري. نعم. من الناس المتمكنين والعده تخويل الاي بي اي 653 طبعا ما اخذنا على حسابي واعتقد ال 500 لو 70 لو 510 هم ما اخذنا على يعني رجال تعبه و يعني فلوس من نعم. يعني استاذ انا قصدي شنو من هذا؟ قصدي مثلا اثناء شغل تشييد الخزان مطلوب انه يكون مخول موجود بهذا التخويل. شوف استاذ احنا هنا سمو جايين نسولف الشيء الصحيح واللي يريده الاي بي اي ويريد الاي بي اي. نحكي هسه على ستاندرد 653 يعني نقول اللي يريده 653. المفروض الشخص الفاحص اللي يفحص على الخزانات اللي جاي يصلحونها استاذ مو الجاي انشاء جديد. قلت لك انا ذاك انا بذيك
المناقشة قلت الـ API 650 بالإنشاء الجديد ما ينشرط أنه الفاحص عدى هذا التخويف، بس بتصليح الخزانات شرطة شرط. لذلك من هذا يقول لك هو شنو؟ هو عنوان، عنوان مختصر علما للفاحص المخول المؤهل والعدة شهادة، هذن التأهيل مالته، والشهادة وفوق شنو؟ وفوق الـ API 653 with this standard. أما أنا مثلاً سكوب جاي مثلاً أصلح خزان وما عنده هسه حالياً فاحص اللي يوقف على تصليح الخزان ما عنده هذا التخويف، هذا موضوع ثاني. بس هسه أنت روح اشتغل في شركة أجنبية، يعني هذا الحكي ما يصير، لازم أكو مخول 653. سعد أحمد العفو تسمعني؟ سمعك أستاذ. السلام عليكم أولاً. السلام عليكم. زين استاذنا، اذا اثناء الكونستراكشن مال الخزان وصار اكو فد خطا فني وتطلب فاحص فني يتدخل بقرار صيانه واعاده تاهيل للخزان، مثلا قد تكون ازاله بليته، قد تكون ازاله بوابه، قد تكون مثلا بالقاعده، يعني تدخل يصير من اللي يعتمد عليه بالاي بي اي 653. لا استاذ بس مره فصلك، انت صير دقيق بسؤالك، يمكن استاذ حيدر مو؟ نعم 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 استاذ. اذا الكلام بانشاء الخزان احنا ما نسولف ب 653، نسولف ب 650. نعم. انت قلت لا مو انا قاري ديتيلز الوحده من الخزانات، بس مو انه يعني غير شركه يتطلب من الفاحص اللي موجود عنده اي بي اي 650 واي بي اي 653، حضرتك قلت بالكونستراكشن يتطلب ال 650. زين هو ليش خلى شرط بالعقد هذا انه الفاحص اذا اجى من الشركه السب كونتراكت لازم عنده اي بي اي 650 و 653؟ ليش بالعقد هذا؟ شوف استاذ، نعم استاذ، بالانشاء الخزانات هسه انا قد شويه بالفاصل اللي راح يصير راح اطلع لك التعريف ب 650 ان شاء الله، يعني انا بس كون يعني احصل فاطلع لك تعريف الانسبكتر بال 650 ما يشرط انه فاحص، يعني قصدي فاحص عنده تخويل 653، بس هنا أنا لا يشرط هنا يشرط. فقد تكون هاي الشركه تحكي عنها متطلباتها اعلى، لان الاي بي اي او الستاندرات بصوره عامه هي المينيمم ريكويرمنت، اقل متطلبات. يعني انت تشوف مثلا احنا كشركه نستخدم ال قضيه الشاقوليه شقد اتش على 200، بعض الشركات تحتاط اكثر، شو تسوي؟ تاخذ الاتش على 250. طبعا هسه بالاي بي اي ما موجود اتش على 250، اكو موجود اتش على 200، بس هي تريد خزانها يطلع افضل ما يمكن فتتشدد قيمه بالسماحيه، يقول لك انا بدل ما السماحيه نفرض لهذا الكورس 10 ملي، لا انا اريدها 8 اريدها 6 اي حتى تصير شاقوليته افضل، فبكيف هو. بس اذا تحكي ستاندر، لا هذا الستاندر. نمشي انا وياك استاذ العفو، قبل لا تمشي انا وياك، بس هي هسه متطلبات الشركات او العقود هسه اللي تتوقع ويا السب كونتراكتس، الكلاينت دائما يفرض، ما يفرض المينيمم، كله الاوفر، يعني دائما المواصفه العاليه، دائما يقول لك لا تعتمد على السماحيات، هي هاي المشكله. فهسه احنا اللي قيدنا ما دا قيدنا الكود استاذ، دا تقيدنا شروط المستفيد. وينك استاذ وينك؟ بس انا تعقيبا العفو تعقيبا على كلامك، مو انت قلت لا اي مو انا اللي اقول استاذ حيدر، مو انا اللي اقول. نعم الاي بي اي 650 و653 اللي يقول. هسه اذا تراجع محاضراتنا القديمه مال 600 و650، اذا يعني مسجلين من ذاك الوقت، فتلقى هذا الحكي موجود. صحيح. خلنا نشوف انا اذا حصلت لك هذا التعريف هسه استاذ انا وياك، انا كنا وياك اتذكر حتى ال 650 هم كذلك قلت لنا هيك معلومه. بس انا شنو اقول لك هسه، واقع الحال الشركات دا تفرض الماكسيمم،
الهاي كونديشن اللي على مود نعتمد عليها بتنفيذ الاعمال. فهي هاي المشكله. هذا اذا شركه عشان انا اشتغلت بالعماره، الولد يمكن عندنا جماعه منا فطنيشان، رحت لقيت انه السماحيه مالته الشاقوليه 3 منه. انا بصراحه قار الكود وادري انه ماكو سماحيه 3 منه مال البلوبنس. قلت لهم يا بهم الاي بي اي تعال طلعوا لي 3 منه وين موجوده؟ ما موجوده. اعتمدوا على شنو؟ على بروسيجر مقدم من دائرتنا. البروسيجر هو بيه غلط، والغلط يعني شلون نقول مشوا عليه وكلبوه. الى ان صار نقاش، طلعنا الفقره وطلعنا رجعتنا هي الى مواضيع ثانيه، يعني استيمات استم 6 واستم 20 واستم 480. اكو جدول يطلع لك الشاقوليه لكل كورس. اعتمدنا وانحلت المشكله. قصدي يعني انه مو شرط يعني يصير الاعتماد بس على هذا الستاندر. ليش؟ لان اكو ما يدعم انه يعني هو مينيمم ريكويرمنت. قلت له تقدر الشركات الثانيه تتقيد اكثر. طبعا كل مشكله. تمام استاذ تمام. اخوان اكو احد عنده سؤال؟ اخوان اكو مصطلحين، مصطلح الميجر التريشن والميجر ريفير. هذا الموضوع يعني حلو ومهم بنفس الوقت. خلينا نسجل ملاحظات. انه الريبير، مصطلح الريبير ينقسم الى ماينر ريبير وميجر ريبير. شنو الفرق بيناتهم الماينر ريبير والميجر ريبير؟ الماينر ريبير يعني اذا عندك فحص نقول صغير او يعني مو رئيسي، هذا قضيه الفحص المائي تكون اختياري. يعني خزانك تريد تسوي له فحص مائي، ما تسوي له قضيه اختياريه. اما الميجر ريبير اذا عندك ريبير كبير او رئيسي، هنا الفحص المائي يصير مانداتوري مو اوبشن، يعني يصير واجب الزامي تسوي الفحص المائي. استاذ احمد بس مدخل، هذا اكو يعني خطا هنا بالكتابه، مو اثنين مكتوب ميجر. لا انا هسه جاي اقدم لك مقدم حتى تفهم، مالك علاقه. العفو. هسه راح ناخذ وحده وحده، جاي اعطيك يعني حتى تفهم شنو الميجر ريفير وشنو الميجر التريشن. بس تد شويه وان شاء الله الامور تصير كلها واضحه. الميجر هسه قلنا الالتريشن النوبي ينقسم ايضا الى قسمين، ايضا الى ماينر التريشن وميجر التريشن. هنا اثنيناتهم راح يسوي يكون الفحص المائي واجب والزامي عليك، يعني مندثر. هسه تقول لي شنو الفرق؟ يعني من الناحيه نقول العمليه ماكو فرق، لان اثنيناتهم راح يصير فحص مائي. اوكي؟ طبعا شنو انتم تذكرون احنا اخذنا شنو معنى الالتريشن؟ اذا تذكرون الالتريشن هو اي تغيير يصير بيميل بكاتب لك بالفيزيكال دايمنشن. الاوريجينال يعني اي تغيير يصير بالابعاد الماديه مالت الخزان الاصليه. وضربت لكم امثله، قلت لكم مثلا تريد تحط بليته زايد او تريد تخلي نوزل زايد، هذا كله تغيير بالابعاد مالت الخزان يسمونه التريشن. اما الريبير هذا المصطلح اللي نعرفه احنا، اي قضيه تصليح ايضا اخذناه احنا تعريف الريبير، يقول اي تصليح تستخدمه حتى الخزان شنو؟ يستمر بالخدمه ويرجع يشتغل. يعني هذين المصطلحين ماخذينهم، وهسه ضافوا لهم شنو؟ ميجر التريشن وميجر ريبير. نجي هنا هسه. هنا انا مطيك هو طبعا بالامتحانات يجيب لك هذين، شوف هنا الاي البي السي الدي الاي الاف الجي الاتش، هذين يجيب لك اياها الحاله ويقول لك شنو هاي؟ ميجر التريشن او ميجر ريبير، انت تكون تختار الخيار الصحيح. هسه راح نعرف. يقول لك شنو انستول اوف شولد بنتريشن لاج، يعني تنصب فرد نوزل قطره شنو لارج ذين، القطر مالته اكثر من 12 انج. وشنو بعد قايل لك؟ بينث ذا ديزاين ليكويد ليفل،
المستوى مالته شنو اقل من ال H اللي هي ديزاين ليكويد ليفل. اوكي مستوى المائع التصميمي او مستوى المنتوج التصميمي واضح اخوان؟ تفتح نوزل القطر مارثة اكبر من 12 انش وجوامل جوا الديزاين ليكويد ليفل. علي العباس المعلومة اللي احكيها ويعني وظل مواضحة يقل عهد رحم الله دي راح اعيده. عندنا هذا الخزان راح اعيده بالرسم شوفوا ايش حالاته مرة. أرد افتح نازل وين استاذ؟ هذا الخزان بخطأ تصميم استاذ. كله خطأ مو بس خطأ تصميم. خزان عندي أرد أسوي فتحة وين قطرها أكبر وين طبعا وين ديزاين ليكويد ليفل هاي هاي نسميها ديزاين ليكويد ليفل ال H. تعال قد يمنا تعال هنا تعال ديزاين ليكويد ليفل هاي ال H يعني هو ال يعني نقول أقصى ارتفاع راح يوصل للمنتوج منطقة الهاي هاي. كل خزان بالمخططات بالقضايا التصميمية أكو بي ديزاين ليكويد ليفل. أرد أفتح بأي منطقة جوا هذا الديزاين اللي كود لغل قطر شقيل أكبر من 12 إنش يعني الدي الفتحة مالتي أكبر من 12 إنش واضحة هاي؟ هاي شي يسمونه هنا إذا نرجع ال واضحة سيب يعني من الرسم؟ يسمونه ميجر التريشن. استاذ العفو هذه الفتحه باي كورس من الكورسات جو الهاي ليفل؟ اي استاذ كاتب لك هو مطيق شنو شلون نقول المحدد انه القطر مالته اكبر من 12 هاي اولا هذا الشرط الاول نقول. لا ما قال الشرط الثاني جو الديزاين اللي كنت لقوه. اوكي ماشي فتحة بالجدار وين ما تصير استاذ؟ اي جو الديزاين اللي كنت لقوه اي لا انت يعني كل باي كورس بالجدار جو الديزاين اللي كنت لقوه وين ما كان جوا استاذ قايل لك بنت ها بنت باي بكان جوا شي يسمونه هذا؟ هاي الفقرة اي ما دام انستول. شوف استاذ قلت لكم الالتريشن شنو؟ تغيير عن الابعاد المادية. اخذها قاعدة اي انستول يعني تريد تنصب او اضافة ادد معناها التريشن. اوكي حتى تميز بين الميجر التريشن والميجر ريبير خلي هاي الملاحظات. اذا شفت كلمه انستول او اديتنج انا هيك يعني نثبت هاي الملاحظه تعتبرها شنو؟ التريشن. فهسه هذا بخانه مل هاي اول وحده بخانه الميجر التريشن. اوكي هاي الفقره الاولى. نجي للفقره اوكي استاذ الفقره الثانيه اللي هي ايضا انستول بوتوم بنتريشن وذ ان 12 انش اوف ذا شوب. هنا أنا شنو الضابطة انه انت تريد تسوي فتحة بس وين؟ بالبوتوم. لا بوتوم بنتريشن يعني بالكورس الاول. نعم. ايش قد مقدارها؟ يعني تريد تسوي فتحة هنا مو نوزل هسه هنا شنو صار الكلام؟ تريد تسوي فتحة يعني مربع مستطيل اقصى بعد بهاي البنتريشن مالتك ايش قد؟ ب 12 انش او ذا شو سواء طولها عرضها قطرها 12 انش. اوكي هذا العفو استاذ هذا يصير قريبه من القاعده مو صحيح؟ الكورس الاول استاذ لذلك اي يعني ما يعني مو باي مكان مثل النقطه الاولى. لا مو مثل النقطه. تمام وضحناها قلنا شنو؟ بالجدار اول شيء بالجدار وثاني شيء جو القطر اكثر من 12 انش وجو الديزاين ليكويد ليفل. اما هنا أنا لا بالكورس الاول هذا فقط وشنو؟
والبعد اقصى بعد فيها ايش قد 12 واضحه هاي اخوان ما دام لو اخذنا بالشاي ساد ما شارب هذا صفي شرب وياكل وانا بس احكي سطرتنا وشفيتنا على الشاي مو شاي هذا لوم يوم هذا ايضا ميجر التريشن ميجر التريشن اوكي اخوان اوكي سادي زين هسه نروح شنو يا الله نروح للفقرة سي اللي هي removing and replacing or editing a shell blade paint design liquid level where the longest dimension of the replacement blade size 12 inch يعني إزالة أو استبدال أو إضافة شنو بليته تضيف بليته وين بالجدار طول أقصى طول بيها شقد 12 شو كاتب لك longest أقصى بعد بيها شقد 12 إنج بس شنو جوة ديزاين ليكويد لفو شوف إذا الموضوع removing or replacing هنا أنا شنو تعتبرها ميجر ريبير ميجر ريبير تنتبه إذا removing يعني إزالة أو استبدال وتكمل النوبل لقطعة بليت بالجدار أقصى بعد بها 12 إنج وجوة ديزاين ليكويد لفول تعتبرها ميجر ريبير إذا إضافة هي نفس القطعة بس إضافة alteration ميجر alteration بالضبط رحم الله والديك يعني أنت تحفظهن أنه إذا install أو editing وبهاي الشروط اللي مخليها لك الاي بي اي 653 تعتبر ميجر التريشن اذا غيرت بها تعتبرها ماينر التريشن اذا غيرت بالابعاد او بالشروط نيجي نبغى للربير اذا قال لك ريموفينج اند ريبليسينج تعتبرها ميجر ريبير ميجر ريبير ميجر ريبير اكو ماينر ريبير اكو ماينر ريبير الساد بعدنا واصلين هسه احنا هنا هنا الكلام علما عن هي ميجر شوفوا عنوان الفقره ميجر التريشن وميجر ريبير عنوان هاي الفقره ميجر ريبير تمام الفقره بعدين راح تجينا على الريبير فلا نستعجل يعني حتى لا تصير عندكم اوكي هسه الحد اللي هنا واضح اخوان الفقره واضح استاذ واضح لا انا يعني يا ريت اخوان بلا مستحى اي واحد اكو فقره عند ما فاهم يقول لي عيد حتى نستفاد يعني لا نعبرها هو ما فاهم لان اكو امور راح تنبني على هاي القضايا على هاي التعارض لازم انت تفهم الالتريشن تفهم الربير بعدين الفصول الجايه هنا بعد ما يشرح لك الميجر ربير الاعتبار هو عرفها لك بالفصل الثاني العفو استاذ احمد بالنسبه اذا اردت تسوي رينفورسمنت بليت يعني اضافه هذا يعتبر ميجر الالتريشن شنو اسوي؟ يعني يسوي reinforcement plate لا بالهون هذيك غير موضوع هسه هنا انا قصدي هاي الفقرات اي بي سي ذن احنا هنا صديقي انت جاي تقول عفوا جاي تقول اي اضافه يعني الاضافه تعتبر ميجر التريشن انا اريد اضيف فدبليت خلينا نقول تقويه بليت تقويه زين مثل النوزل الغيرها هاني ميجر إذا إضافة جديدة على الخزان ما كانت موجودة بالتصميم مالته الأصلي تعتبرها أخذ قاعدة alteration ما في هو جاي يقول إي أنا أقصد هنا في هاي الفقرات بس عندك مثلا سؤال الـ A والـ B والـ C لا هي هو هذا زين نروح للفقرة اللي بعدها removing and replacing annular blade ايضا ازالة او استبدال شنو هساي رأسة المفروض نعرفه شنو major repair ليش يعني removing and replacing المال للannular blade ring زين كاتب لك where the longest dimension ايضا مطيك ابعاد جد 12 شوف هذا البعد 12 ملازمنا يعني
كل الفقرات. يعني تريد تبدل قطعة وين؟ استبدال أوزار قطعة بيمل بالأنلر، بس البعد مالتها أقصى بعد بها إيش قد؟ 12 إنج. فش نعتبرها؟ ميجر ريبير. ليش؟ لأن هي ريموفينج أند ريبليسينج. زين، واحد يقول إذا سوينا إضافة تريد تضيف قطعة بالأنلر بليت مقدارها 12 إنج، إيش تعتبر؟ تعتبر ميجر alteration. ليش؟ لأن إضافة، مو ذا ريبون ولا بليسين. واضح أخوان؟ نعم سام. أقول لك شو ما حد يحكي شيء أنتم؟ وياك وياك أستاذ. وياي يعني جاي. أستاذ أحمد العفو، بالنسبة للاستبدال عرفنا الإضافة شنو، ليش يعني نضيف قطعة؟ مثلا أستاذ، بس أنا ذاك اليوم أنتم عندكم ثلاث خزانات اثنين ضفنا لهم النوزلات أستاذ. نعم أستاذ. يعني صار عندكم قضايا تشغيلية، ردتوا نوزل مستحدث على التصميم الخزان الأصلي على ارتفاع متر ونص، فهذا شو سميه؟ سميه بعد alteration، إضافة على الخزان. يعني يصير عندك في الظروف تحكم أنه مثلاً نفرض دخلت للخزان ولقيت الأنيلر مالته فتقطع قستها، هي قصد فحصتها وشبتها لازم تستبدلها، مو مالته أصلاً، فتسوي لها شو سميه؟ تشيلها وتخلي واحدة غيرها. نعم نعم صممنا. هسه الفقرة إي هاي مهمة، complete or partial more than one half of the wall thickness، كاتب لك removal and replacement، يعني إزالة أو استبدال جزئي أو كلي المن لي أكثر من نصف اللحام، أكثر من نصف سمك اللحام. المل vertical joint، الفيرتيكال للفيرتيكال مال الجدار ما شاء الله بليت، او شني او لمفاصل الانيلر بليت، مفاصل الحلقيه يعني المفاصل مال الانيلر بليت. يعني شلون هاي؟ هاي شلون تفسرها؟ هسه بجي ارسم اقول لك ايش قصر الوقت، شو ما خلصت التسجيل. البركه ايوه لك بركه. عندنا هذا نفرض، تتحملون انتم شويه رسمي انا قوي، هذا نفرض الجوين. طبعا شنو ايش قال؟ هو قال بالفقره شنو قال؟ قال الفيرتيكال والانيلر. الفيرتيكال والانيلر اذا تلاحظون المفصل تصميمه شنو؟ بتويل، صح لو لا؟ بتويل. فاذا صار اذا بالاثناء ما دخلنا الخزان قيمنا انه نشيل نصف هذا ارتفاع اللحام نصه او اكثر من النص ولمسافة 12 إنج، المسافة 12 إنج، يعني هذا طول اللحام اللي راح نشيله أكثر من 12 إنج، أكثر من 12 إنج، هنا هاي معنى الفقرة، واضحة لو مو واضحة؟ والله أستاذ مو واضحة، دخلت من الرسم. استاذ استخدم هاي القوالب، استاذ استخدم هاي القوالب اللي فوقك، القوالب الجاهزة وهذا الخط اللاين تقدر تتحكم به احسن من الرسم هيك اذا بتستخدم ماوس. انا راح اشوف الكرش بعد ما بيها. راح استخدم كرشي حتى تشوف. استاذ شوفني ارجوك. تدلل استاذ ما تشبهها. بس القلم
شوف استاذ هسه عندنا تصميم ال vertical joint. وهذا نقول هذا لحام، هذا كله لحام اذا صح الرسم طبعا. هذا لحام مال الفيرتي. تمام. يعني البوت ويلد صار شوي بالرسم ضعيف من زمان. تمام. صار احلى. بغض النظر هذا اللحام. اوكي؟ هذا لحام الفيرتيك. هاي مال الانيلر. انيلر؟ مال الحلق. واضح لو مو واضح؟ واضح لو مو واضح؟ هذا اذا ردنا نشيل اذا عمليه التصليح طلبت إزالة نصف هذا اللحام، نصف السايز مالته، نصف السمك مالت اللحام هذا، نصف السايز. نفرض عندك جوين مال فيرتيكال وبي بي فرد عيب والفاحص هذا المخول قال لك شيل اللحام، قال للكوسر شيل. انتبه انه شال اكثر من نصف هذا، سواء كانت نصفه او كله، يعني زاله كليه. هو كاتب partial او complete، يعني شاله كل اللحام او جزء من عنده او اكثر من النص. هنا أنا شنو؟ ولمسافه 12 انش، يعني طول اللحام اللي شاله اكثر من 12 انش. هنا أنا شنو؟ هاي يعني هاي معنى الفقره. انه سواء قمنا برفع او ازاله سمك اللحام صوره كامله او نصف سمك اللحام، يعني نصف او اكثر اللي هو يقصد بالبارشير، ولمسافة 12 انش فهذا يعتبر ميجر ريبير. ليش؟ لان هو سوى ريموف اور ريبليس. اوكي، يعني ما بوفر الشيء، ازاله او استبدال. واضحه؟ هذا تحكي على الحلقي، البليت الحلقي غير البليت الحلقي او الفيرتيكال جوينت. هذا الكلام ينطبق حتى على الفيرتيكال. تمام. اي على ذن الفقرتين طبعا. شنو هسه اذا تلاحظ، يعني استاذ بغض النظر عن الثيكنس، مو صحيح؟ بغض النظر عن ثيكنس البليت. ثيكنس البليت وهو ما دام الكلام استاذ حيدر، ما دام الكلام عن اللحام، ايضا بغض النظر عن سمك او سايز مالت اللحام. تمام استاذ. اوكي، يعني العفو استاذ، ايش قد العمق ياخذ من اللحام هسه بالطول 12 انش؟ العمق بغض النظر عن السمك. نصف. لا قايل نصف. لا بر طلع برا كساحه الجوين كله. هو قايل لك كومبليت، قايل لك ازاله كليه او جزئيه. الكليه يقصد كل اللحام راح ترفع، والبارشير كاتب لك شنو؟ مور ذان، اكثر من النصف. تمام حلو. اوكي، والمسافه تمام استاذ. تمام، والمسافه 12 انش. حلو طبعا. هسه اذا اشوف يعني جزء واحد يسال يقول ليش معنى الفيرتيكال جوينت والانلر جوينت؟ السبب ان الكود هنا الاي بي اي 653 يعني يركز عليهم على التنشن ستريس، يعني ذني راح يصير بهن ستريس. فهنا يركز على الانلر والفيرتيكال. وشوف ما ذكر الهورزونتال جوينت رغم انه شنو؟ الافقي. ليش؟ لان يتحمل اوزان الخزان. اي، لان الستريس العلي قليل، اما البراتك والانلر الستريس عليهم اكثر. يعني باو، هسه خلصنا من هاي الفقره، نروح للفقره اللي هي شنو؟ انستولنج نيو بوتوم، اللي هي شنو؟ تنصب قاعده جديده على اليمن، نصب قاعدة جديدة بغض النظر عن يعني ترفع القاعدة القديمة وتخلي جديدة، أو تخلي جديدة رأستين فوق القاعدة القديمة بغض النظر. هاي أيضا يعتبر شنو؟ ميجر التريشن. واضح أخوان؟
استاذ مرة عليك تخلي قاعدة جديدة على القاعدة القديمة؟ اي انا شايف يعني بالمصر. يعني تمام اشتغلها؟ لا فتحنا خزان بدنا نسوي الاستبدال للقاعدة. الخزان 2122 كان استاذ علي وهيب مشرف عليه، لقينا قاعدة قديمة يعني لقينا قاعدتين واحدة فوق الثانية، احنا شلناها الاثنين صافي مشتغلين ونصبنا قاعدة جديدة. هذا يعتبر ميجر. شلون ميجر استريشن غير ميجر ربيع؟ عفو لا انستل 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 هذا استاذ العفو مو انت اذا طب اذا تسوي عنده قاعده جديده على قاعده قديمه لازم اكو سبيشال كونديشن تخليها بتوين تو بوتومز. اي اكيد استاذ بس هاي تدري شنو صح هيدر هاي كلها راح نجيبها ان شاء الله بالفصل. اها بعدين بعدين ما انا استاذ انا قاريه هيك مطشر قاريه معلومات على الخزانات. لا ان شاء الله بالفصل التاسع يعني الفصل غني بالمعلومات وهو هو الاساس مال في الاي بي اي شفناه يعني انت هو شنو هسه هو معروف يعني الاي بي اي هو تصليح خزانات فهو هذا الفصل التاسع هو فصل التصليح الربير. تمام استاذ تمام ان شاء الله هاي كل طبعا هذا الاي بي اي عجيب غريب. اول شيء كل كلمه يعني شلون نقول مخلينها بمكانها دقيقه جدا اي فد معلومات يعني من بين السطور من واحد يقرا الاي بي اي يقرا كلمه كلمه واكو فقره ترجعك الفقره الثانيه هاي المفروض ترجع لها اللي يريد يدرس صدق ماكو المفروض يرجع لها حتى يفهم شنو الترابط بين هذا الباراجراف والباراجراف اللي شاير اليه. على العموم نروح للاف مربوط النوتك وهاي النوت شو تقول؟ تقول لا يتم تعريف نصب جزء من قاعدة جديدة كما موضح في الـ 12-3-4-3 على أنه تصليح شنو؟ يعني ما يجرب يعني. خلنا نروح لهاي الفقرة 12-3-4-3 اللي عد الكتاب يطلعها 12-3-4-3 ها هنا يحكي علي ميل على البوتوم جد هي الفقرة 12-3-3-3 واضحة الملاحظة شلو ربيع يقول لك ما يعتبر ميجر ريبير ساد. اي هو يقول لك انه اذا تريد تنصب جزء من قاعدة جديدة اي جزء من قاعدة جزء ما نعتبره شنو ميجر ريبير. اي هو انا تعلمتنا قلت لنا كل انستليشن معناته هذا التريشن مو صح مو ريبير. اي اي بس انت شنو جزء واحد يستشكل يقول اذا جزء من قاعده نعتبره ريبير هو يقول لك لا تعتبره ريبير. الدليل مراجعك لهاي البرجاء على مو نروح للوراها اللي الجي ايضا ريموفينج اند ريبليسينج او فولس اتاتشمنت تو ذا شورت بوتوم هذا مفصل الجدار الى القاعده او ايضا مفصل الانيلر ليت رينج لا يتجاوز شنو ما مذكور بهاي الفقره هسه انا راح اذكرها هاي الفقره شنو هو انه هذا اللي حامل الجدار الى القاعده مفصل المفصل اللي يربط الجدار بالقاعده اللي يسمونه شورت بوتوم اكو احد ما يصوره هذا الجدار وهاي القاعدة هذا اللي حام من هنا هذا المفصل هذا سواء من الداخل أو من الخارج شو يسمونه شورت بوتوم جوينت هو الكلام عليه هنا يا الله
هنا شنو يقول لك؟ إزالة أو استبدال جزء من اللحام اللي يربط الجدار بالقاعدة أو بالصفائح الحلقية. بس ليش يقول لك بالقاعدة؟ لأن بعض الخزانات ما بيها أنولار يقول لك بالقاعدة، والخزانات اللي بيها أنولار يقول لك بالصفائح الحلقية يعني أنوروبية. أيضاً شنو هنا؟ نفس بحيث يقول لك أنه لا يتجاوز نصف اللحام اوكي واكثر من 12 انش. يعني القاعده هنا هم تنطبق هاي اللي اخذناها، يعني هو المر رجعك اذا تنتبهون رجعك لهاي الفقره اللي بيها اكثر من نصف اللحام، وبعد شنو هاي الفقره اذا ترجع هسه هاي الفقره 12 3 2 5 الاي، انه اذا شلت سويت عمليه ازاله او استبدال للحام مال هذا المفصل الجدار على القاعدة لمسافة أكثر من حجم نصف اللحام ولمسافة 12 إنش، هنا أيضا شو يسمونها ما يجرب يعني. واضح أخوان؟ واضح أستاذ واضح. واضح إن شاء الله واضح. الطريق النقطة هاي الـ H اللي هي شنو؟ طريقة الجاكينج تانك شول. بعض الخزانات يحتاج يستخدمون هاي طريقة الجاكينج، انه الخزان يرفعون الجدار بالجكات. اوكي؟ يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اخوان طريقة الجاكينج انه الجدار مالت الخزان الرفعة بالجكات. مثلا نريد نبدل القاعدة ونحتاج نرفع الجدار شوية، فهنا شنو تستخدم طريقة الجاكينج. طبعا موجودة هم انا يعني شايفها بصراحة، الصينيين اشتغلوها، صار حسنين اذا موجود اشتغلها طريقة الجاكينج، بس صح حسين مشتغل الجاكينج بطريقه نصب الخزانات. بنفس الطريقه يقدرون يستخدمونها بالتسطيح، يرفع الجدار مال الخزان بطريقه الجكات حتى يخلي يسوي قاعده جديده. هنا انا ايش تعتبر هاي الطريقه؟ ما يجربوا الحد اللي هناك. وسؤال استاذ بس فقره جي، فقره جي ايش بيها؟ شوي عادي تعرف من الله دي. ها هاني احنا قبل شويه شنو قلنا؟ قلنا بالفقره اي، بالفقره اي ايش قلنا؟ قلنا ازاله نصف ازاله جزء مفصل اللحام، اي مفصل اللحام مالت الانيلر مالت الفيرتيكال اذا شلنا اكثر من نصف اللحام ولمسافه 12 اي شنو هذا يعتبر؟ قلنا يعتبر ميجر، ميجر ريبليس مو؟ لان از يعني ريموفل اند ريبليس شوفها؟ ايه هو الم اللي مرجعك، مرجعك لهاي الفقره 12 3 2 1 1 هاي راح تشرح لك نفس الحكي بس على اليمين على مفصل الجدار على القاعده. على هذا مفصل الجدار على القاعده. مساحه كان عن الفيرتيكال وعن الانيلر. هنا هذا نفس الكلام ينعاد بس عليهم على مفصل الشورت بتروح. يعني هم يشيل جزء او يشيله كله مسافه 12 انش، مسافه 12 انش بس من هذا المفصل الشورت بتروح. نعم اوكي تسلم. اور كاتب لك هاي انا الاربليترن يعني نفس الكلام. انت ارجع لها هاي الفقره انا شويه لين حاسبه ما اقدر اطبق فيها. اوكي تمام خلنا شوية نوقف القصف. الله يعطيك. ايه نشوف والله ايش قد صار لنا الوقت اذا واحد. ساعة وعشر دقائق وواحد وعشرين ثانية. ساعة وعشر عجب ما فصل هذا، يمكن مسوين تحديث بالبرنامج. كان كل 40 دقيقة يفصل. استاذ احمد سمعتني؟ سمعت اسلام. سابقا الزوم كل 40 دقيقة يفصل.
أعتقد صاير تحديث علي. أعتقد. على العموم ناخذ استراحة 10 دقائق أو 5 دقائق ونرجع. والله الساد لو تخبنها كلها فد مرة. مو شوية أكو ظروف يعني صارت. جهلوا خطار الساد. يلا حياكم الله استاذ. يعني هسه استاذ راح توقف؟ توقف 5 دقائق هذا شوي نمشي بالتعاري. بس كون الظل موقف استاذ. اخذ لك 10 دقائق وين دي فايده يوقف؟ ولك موقف التعاري ولك شلون؟ كرشكم كرشكم موقف. استاذ ما لا وقفكم. حياك حياك خذ لك 10 دقائق. حياك. ان شاء الله اقل 10 دقائق.